أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، والانطلاقات تتوالى شوطا تلو الآخر في صباح هذا اليوم في هذه التحديات الرائعة، ومع هذا السن سن اللقاية بشعارات أصحاب السمو الشيوخ. تعلن انطلاقة شوطنا الثاني عشر، وهو شوط خاص باللقاية الجعدان بشعارات أصحاب السمو الشيوخ في مسافتنا المعتادة والمقررة، وهي الأربعة كيلومترات. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام بالصدارة، نتابع البداية والمقدمة، وأرى هناك اللي قاد المجموعة وانطلق بناموس هذا الشوط بهذا التحدي. نتابع الصدارة، نتابع المقدمة. نتابع الصدارة والبداية، وأرى هناك الغزال من قاد المجموعة بشعار سمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آن هيان وسعيد بن مبارك الوهيبي في عملية التضمير والتدريب، ولكن أرى التسلل، أرى التقدم مع مكرم لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد مختار بن أحمد في عملية تضميره وتدريبه، ومع المركز الثالث من الجانب الآخر. من الجانب الآخر أرى التسلل والتقدم والانطلاق للشاهين لسمو الشيخ راشد بن حمدان براد المكتوم، ولكن اللي وصل مشاهدينا متابعينا الكرام في هذه اللحظات، نتابع انخلي اللي بدا يتقدم ايضا مع المراكز المتقدمه بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، متابعه علي بن هزيم المسافري، وعلى مستوى المركز الرابع يصل ولد الذيبه لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم، عتيج بن سالم بن عرطي الحميري من يتابع ولد الذيب مع المركز الرابع، خامس الانطلاقات، خامس التحديات. انخلي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، علي بن هزيم المسافري يعلن هذا الانطلاق، وسابعا التقدم المزعل لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد مختار بن احمد في عملية التضمير والتدريب، وعلى مستوى المركز الثامن يتقدم صوغان لسمو الشيخ راشد بن علي بن حمد المعلى فايز الدين محمد شاهد مياه، متابعا لهذا الانطلاق بينما اذا انطلقنا. المركز العاشر أردت التسلل في هذه اللحظات، نتابع التقدم، نتابع التسلل مشاهدينا متابعينا الكرام، والقدوم مع سلهود بالشعارة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن رايد المكتوم، متابعة طارش بن مبارك بالقوبة، وعلى مستوى المركز العاشر أردت السلل مع الشامي لجنسيح السلم سعيد بن سالم الينيبي في عملية التضمير. هذه النتيجة للمراكز العشر المتقدمة. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا المتقدمة، ولكن بنعود مع الصدارة، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة، نتابع التحديات القادمة، نتابع التسلل أيضا في اللحظات الأخيرة وفي الأمتار النهائية وفي الاتجاه السليم والصحيح إلى خط النهاية. ما شاء الله تبارك الله، بانت المنصة بهذا الأداء المتميز وبهذه العروض المثيرة والرائعة. الصدارة والمقدمة، واللي أرى هناك أيضا الشامي من قاد المجموعة، من انطلق بناموس هذا الشوط شعار جنسيح السلم وقيادة سعيد بن سالم الينيبي العنيد ينطلق بتحديات الشامي. ما شاء الله بدأ يباعد المسافة، ير الشوط بيضيف النقطة الثانية لهذا الشعار، شعار جنسيح السلم وقيادة سعيد بن سالم الينيبي. من يتابع
بهذا التحدي المثير وبهذا الانطلاق المتميز، أرى أيضا مع المركز الثاني وصول وتقدم شاهين من هجن سعى السلم بقيادة عبد الله بن ثعيلب الهايري، ولكن الشامي على الصدارة. سلام سلام لهجن سعى السلم بهذا الأداء المتميز، تهانينا لأبو خليفة سعيد بن سالم النيبي من قاد الشامي بناموس هذا الشوط ولحظات وصوله إلى خط النهاية. المركز الثاني أيضا شاهين من هجن سعى السلم، المركز الثالث لمعالي الشيخ محمد بن بطيان حامد، المركز الرابع ياتي ولد الذيبة بالشعار سمو الشيخ راشد بن حمدان برايد المكتوم، المركز الخامس يصل صوغان لسمو الشيخ راشد بن علي بن حمد المعلى. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمسة المراكز المتقدمة في تحديات هذا الشوط، ولكن لنا عودة مع التوقيت الزمني 6 دقائق 14 ثانية 4 أجزاء من الثانية هو توقيت الشامي. تهانينا لهجن سعى السلم، تهانينا للعنيد سعيد بن سالم الينيبي، شاهين مع المركز الثاني 6 دقائق 15 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن سعى السلم، تهانينا لعبد الله بن ثعيلب بن حمد الهايري، بينما اللي وصل مع المركز الثالث ياتي ايضا بهذا الانطلاق وبهذا التقدم مكرم بشعار معالي الشيخ محمد بن بطيان الحامد وبقيادة مختار بن أحمد بتوقيت زمني مقداره 6 دقائق 16 ثانية جزء واحد من الثانية.